شابة تونسية جات لعندي بنقول لك طبعا باش تستضيف أمال سمارة ناشطة برشا على الانترنت، أثرت في حياتها، غيرت لها حياتها، أعطتها وجه جديد للحياة. سمارة تقول لي روعة أنها معروفة برشا سير انترنت، أنها مؤثرة لدى الشباب. نحن وجهنا لها دعوة باش تكون موجودة في عندي ما نقول لك كرد جميل من روعة الأمال سمارة. ريهام مساء الخير. مرحبا بك عبد الرزاق، كيما قاعد تشوف هيجة الليلة قاعدة بجنبي الليدي سمارة. مرحبا بك. مرحبا بك عايش. به أنا نحب هكا نعرف عليك برشا حاجات، برشا أسئلة نحب نسألهم. عندنا برشا نحكيو. عندنا برشا نحكيو ميساج ما نحكيوش توا أول مرة. أنا ماذا بيا حلقة سبيسيال أنا وياك. علاش لا؟ على قلبي بالعسل. انت توا انستالي في تونس؟ لا جيت فاكونس وراجعة. الناس اللي ما تعرفكش عرفني هكا شوية على روحك. والله شنو عملت في حياتك بالضبط؟ انا بوغ لو مومون ما نعرف في حد شيء، لكن انا بطبيعتي فوتوغراف، قرايتي فوتوغراف وخدمت في المكياج، معناتها نقري وقريت ومن بعد وليت نقري وخدمت في المكياج وصكيح حاجات هكايا. ومن بعد كي مشيت لتركيا بعد كي عرست قعدت في الدار وتوا راجعه لتونس تحب نعمل، انت حاسه بخرمه كبيره ما جيش شويه الوقت. قولي روحي مانيش فاهمتها. انت مش فاهمه روحك باش تعمل. انت عندك فكره شكون جابك بحذانا الليله ولا؟ انا عندي توقعات على خاطر كي كلمتني انت عملت انا عاد السونداج نتاعي على انستغرام وجيش الساموراي وكل، عطوني توقعات، هما توقعات نتاعهم كانت 80% في حاجه واحده تصب. انا باش نمشي مع خليك يسألني عبد الرزاق. باهي خليك ملانة تهبط غادي يقبح لعبد الرزاق وغادي تشوف شكون جاي. عيشك باهي. باهي هاي عزيزتي تفضل. سمارة اهلا وسهلا بك. يا مرحبا بك يا وين نعرفه مليح. مرحبا بك. عايش يا امال. نعيط لك امال ولا سمارة؟ شو تحب نعيط؟ تفضل. اما كيفاش هكا هكا اخذ هكا امال. شو تحب انا هو الاقرب لك امال ولا سمارة؟ ساعة انا اسم امال ذاك نكره في الدم. ما تحبش امال؟ يجيب الفقر والهم والطليق. بالحق وقت طلقت اسمك امال. سمارة تركيا والجو والدنيا خضرة ومهند منا وكالأخرى سسمة منا حاصيل جوك باهي في تركيا. أي أي نحب الاسم هذاك مبروك علي نستفيد به. عندي نراوة كل الأفكار هذيك اللي برشا فلوس. والله لا يا عبد الرزاق برشا فلوس مفهومة بها برشا فلوس، أما والله ما هي صحيحة شيء. لا ما حمد لله حمد لله. أما مش كيما يقولوا. أما تعرفهمش أنت شو يقولوا؟ يقولوا برشا فلوس. قال لك ناخذ ملياردي تركي. قلت لها فمك الربي. وانت باخذ زوالي تركي مش زوالي ومش ملياردي. فما لا ما فماش. اي مش كيف فيهم. اسمع راجلك شباب. هما يقولوا شباب انا ما راهوش شباب. بالحق انت خاطرك ما تحبش الشباب برشا. اي ما نحبش. انت تحب راجل هكا في فازات بتاع فهمني ذاك علاش نحبك انا يا عبد الرزاق. حتى انا نحبك. اعطيني اقوى عاد على سمارة. اسمع سمارة هو جبناك من تركيا راهو. هذا كي نسالك نقول لك نقطة قوتك شنيا هي؟ الصراحة. صراحة؟ برشا. وهي نقطة ضعف. يعني أوميم تو حبت الناس فيك، أوميم تو بعدت برشا ناس عليك. وكان جاوب بعده قولها كلمتك. وكان جاوب بعده بحقيقة. أي. يمكن، أما اللي يوجعك اليوم ما يبعدوش وينبروا. إيه. ما عجبتكش برا على روحي. ما نعيش تشبه النجلة زاد شوية. لا أنت أشب من النجلة بصراحة. هو تنقول لك الحقيقة. صراحة أنت أشب. الحقيقة. والله يا أشب. أنا أصغر شوية والله مالي أشب. وشوية مش برشا. لا لا في وجهك محلاك. حتى بارك الله عليك والله محلاك. شكون تقول آخر دخلت بعضي أنا من ليلتك. حطينا داخلة بعضي أنا بصراحة أنا جيش الساموراي على أعطيوني أقوى. سمارة
يغسلوا زيت السمر ما احلاهم. نحنا معناتها نحنا هكا ولا وانا مشكلتي يا عبد الرزاق السمر ما يحبونيش، يحبوني البيض ونحب السمر. معناتها انا في اختيار اي بابا خاطر انت سمره القايل يقول تحب البيض. ما نحبش، نحب السمر مش ما نحبش البيض. انا نحب السمر، نحبوا الناس الكل. اما تميل للسمر للسمر والله انا لا ميم شوز. انا نموت نحب السمر، السمر نموت على السمر. والله نحب السمر بعد حتى انا نحبه. هذا ما يعنيش تبارك الله الشقر قويت قديش شبان ومحلاهم. اما فما سر، فما سر على كل. يلا سمار باهي، من وقتاش جيت من تركيا؟ ملي جاك الانفيتاسيون تاع عندي ما نقول لك اللي قبل 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 جوك في الانستغرام وفي الانترنت كيفاش بدا سمار؟ والله بدا على نية. انا دخلت في جروب واحده حاله لايف، ما نعرفش كيف سافدير جروب. يعني دخلت في الوقت هذاك جروب ولايف عام ونص، مش برشا راهو يا عبد الرزاق لعبت خصي عندي برشا حتى عام ونص الحكايه عام ونص هذيك هي فهمت. دخلت انا ومن بعد عملت جروب وحدي، بعد قلقوني سبوا ياسر الحق نتاع ربي وكل شيء كلام مش اكثر مني هما لما حال في الكلام هذاك اكثر واحده في تونس برشا كلام والله اللي يستحق يا عبد الرزاق بربي تقولوا اي يستفزوني برشا كي يستفزوا مثلا كان انا نستفزك تو واش تقول لي بالعكس عبد الرزاق بالعكس انا عبد الرزاق ديما نقول اغزر كيفي عبد الرزاق على نيتو كيفي عمل كيفي ما يتحكمش مشاعره كيفي ما نتعرفش نتحكم حتى كي نغلطوا راهو تلقائيه لا ونزيد نرقع ما يهمنيش كي نغلط اي نقول غلط وكهويكها وخاطر انا نعرف انا ما عملتش بالعاني انا نعرف اي فهمت شنو مش زاده مش مخطط لها فوالا مش مخطط لها تغلط بتلقائيه بتلقائيه ما تمشي تصلحها تو كيما انا قلت زوز توام من نفس الام تو هذه كلمه تتقال يا عبد الرزاق عندك مره قلت كلمه راني نشهد بها التاريخ يشهد بها هي عبد الرزاق نقولها لك مازال كله عندي خويا الكبير خزر عبد الرزاق قال اخوك الكبير اكبر منك ولا انت اكبر منك حطيني يا قمر شنو يا جمهور هو الحقيقه عندي كعبات كيما كيف حتى انا عندي الكعبات اللي كيف ما هيش بنتك تعرفها ما هيش بنتك ملا كعبة انا إيه شدتني كلوتي نهارتها انا راني قلت بتلقائي يا رويس خيبوني خدمهم وخطط وعادي قلت يلا سمارة الحديث معاك حلو وباش نواصل معاك لكن عندي شكون استضافك راه حب يرد لك الجميل بصراحة باش ما نكون باش ما نخوفكش ونقولك خاطر انا شخص شخص يحب يرد لك الجميل انا باش نعطيك زوز مؤشرات شخص تعرفه مليح ومعاشره مليح 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 وتعرفوا مليح يا سمارة وتحبوا تحبوا تحبوا نعرف قلبك كبير مليء بالحب تحبوا كيما تحبني انا حتى انا نحبك ولا نحبك ليه بكيت سمارة شكون نحبوا جيني راني على الاخر على الاخر عايشك مؤشرات لي يا مرة ما فهمتش تضحك وتبكي مؤشرات سمارة تضحك وتبكي فرد وقت خاطر علاش بكيت وعلاش ضحكت؟ شكت في البكي انا ملي دخلت تفجعت بحق تفجعت من العبيد اللي قاعده تفجعت منك من هنا؟ اما نفجع هنا تفجعت من الضوء من العبيد من عام مش مستانسه وشكون اللي جاي و وش فما هذا؟ والبيزا اللي عملناها لك جاي الكلب بصح العشيه لا يقول على ثلاث نقاط العشيه شنو هي؟ شنو هي العشية ذي يا سمارة؟ من البارح نحب نلفصع من الأوتيل أنا نعطيك الصحيح أنا مشيت غادي حبيت تقطع من الأوتيل؟ حبيت نلفصع الحق نتاع رب ومن بعد قلت وأنا العبيت أنا بكلمتي ونجي ومن بعد جاش الساموراي على انستغرام قالوا لي قطع يا سمارة قطع 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 قالوا لي لكن أنا ليه نواجه؟ تواجه لازم تواجه نخاف راهو أما نواجه تخاف أما تواجه نخاف نخاف وأكبر مواجهة أنا وأنت شو محلاها كيفاش تعديت؟ أنا وأنت والله تعديت على الآخر ولا؟ تعديت هكا ولا فسير تقابلنيش قبل قبلتك مره وبوستك وعنقتك وانت ما عرفتنيش لازم نبوسك ونعنقك تو شنعمل نبوسك ونعنقك نرجع البوسه نتاعي نرجعها مالها شنو في بالك انت اشب من نجم تعيش يلا المؤشرات يلا انت بح معايا المؤشر الاول 3 2 1 توب ناس بكري قالوا إذا غاب عليك أصله انظر لأفعاله إذا غاب عليك أصله
أخزر لفعال صحيح برشا الكلام. ايه ما اعطاني حتى اشاره لكن الكلام حتى برشا. لا لا يلا نشوفوا سين 3 2 1 توب. نسبك رقالو اذا عييت احسب روحك مازلت كيف بديت. اذا عييت احسب روحك مازلت كيف. انا بالضبط هكاك بالحق كي نعي نزيد شد صحيح جيت شد صحيح. اوه ما عادش نفك جمله. أنا مسكين راجلك بالحق راجل مسكين تعب بالحق تعب خاطر انت سمارة مزاجية انقلابية الكلمة قد هكا استنى بالتركي اش تقول له سعاد كيفاش تنرفز عليه بالتركي عيب الكلمة ما تقالش في تلفزة بالتركي بالتركي ما تفسر ما فينا حد يف اش معناتها ذي قولي لي اش معناتها لي أنا برك ترجمة لا لكن قوله التلفزه تتهز تو التاسعه تطيح ولا والدنيا كامله تتقلب. نقول نقول ما نقولش ما نقولش يا خويا ما نقولش. لا مكياجك مريقل راه حتى كي بوستك مكياجك مريقل. لا الدموع بوستك انت عزيزه ما الدمعه هي اللي مش عزيزه. لا لا سافا سافا حتى الدمعه ما عملت لك شيء انت الدموع توتيك راه. بالحق والله وتيتك الدموع. اي انا حبيت يخسروني لان ما نبكيش ولا قويه انا ديما نوح في اللايفين. لا ظاهره حساسه انت. على الاخر. يلا خلينا نشوفوا ساعه شكون ومن بعد نرجعوا للحوار. يلا 3 2 1 توب. شكون؟ تركيا هذه من تركيا هذه صاحبتك في تركيا زعما ممثلة يزور لي قالوا لي تركيا ما هيش بنتك ما هيش ما هيش تركيا أسأل تنقول لك حاجة هي تضحك مادام تضحك مادام سافا باه ثانيا انا نعرفها معناتها لكن مش معناتها ما فماش علاش تجي للبرنامج نتصور هكا ما نعرفش شكوني هي ثبت دخلت بعضي انا تو تبارك بالله خليني نلملم افكاري لملم افكارك يا مام هي هذه طفله عملت معها حاجه خايبه البنيه انا عمري عملت حاجه خايبه مع حتى حد بالحق سمارة عمري واللي عمل معايا حاجه واللي كان عملت حاجه خايبه العبد راهي رده فعل ماهيش فعل مش فعل مش مخطط لها لا مش فعل لا رد فعل وخايب برشا رد فعلي لكن مش فعل انا ما عملت لك شيء انت عملت لي نرجع لك اه ترجع الترجيعه فوالا ترجيعه لا تحاسب على الترجيعه فوالا لا يحاسبوني على الترجيعه على على الفعل الاولاني هاي البنيه هذه شكون؟ انا لسه مراني مأغزلي باش ما نبداوش واضحين راهو مش استقلال من الطفله ولا حتى شيء مرحبا بيا وعلى راسي لكن انا العبيد اللي تبع فيا ثم برشا عبيد نكلمهم على البريفيو وتكون بيناتنا برشا حاجات لكن والله لنثبت في الاسامي مش قصدا معناتها خاطرهم برشا الوجهه نعرفها الوجهه تعرف نعرفها نعرفها ونعرفها شكون وعرفتها منين عرفتها من مسيوغ انترنت فوالا فما انا شنو الموجه اللي يحب نقوله لك ما فماش حاجه نتصورها تخليها تجيني للبرنامج ثاني فهمت خاطر اول ما جيت مثلا ريتها في قهوه كنت قاعده في قهوه جيت سلمت عليه اه سلمت عليك سلمت ما قالت لكش اللي هي مستدعيتك في عندي ما نقول لك عندها الحكايه راتني ما عندها شهر ملي جيت اه شهر ملي جيت فهمت فانا ماذا بيا قول لك على اسمها وقول لي اشتعل اسمها روعه اي انا عيطت لها رورو خاطر اسمها لوبسيدو رورو تو قلت لي روعه رجعني لرورو صحيح 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 نتفكرها مليح على خاطر قصه حياتها قصه حياتي بالضبط هي بالذات الطفلة هذه الطفلة هذه بالذات اه شنو اللي يجمعكم في قصة تجمعنا حياتي. تجمعنا ساعة أولا نفس البرج نفس البرج تؤمن أنت بالأبراج باش تبكي باش تبكي مانيش باش نبكي بركة بركة هاي سكت هاي سكت خسرتها الباقية ما تاخذش الباقية ويجمعني بها ان هي بنت خونتي مش يعني احنا زوز بنات سانتر فيل اي سانتر فيل واللي يجمع وانا ولد سانتر فيل وانت ولد سانتر فيل هذاك علاش نحبك زاد انا وخاطر انت برج الدلو اه وانت برج الدلو برج الحمل انت لا الدلو والله الحمل امبوسيبل والله حمل يا اقسم بالله شفتوني علاش نحبه والله حمل الحمل نحبه بعضنا ياسر خاطر فاهمين اللي احنا مظلومين اخي انت حمل حمل ساره كلنا حمل ايه. اعطينا برج الدلو
برج الدلو اهم شيء. انا لوشت عليك على الويكيبيديا وقتها وقلت لك انت برج الدلو. لا والله علاش حتى انا قعدت بيت حامل ليه ما نجيش دلو انا؟ حامل حامل هيك خي نبكي ومشاعر ودنيا حالتنا حليله جميعا الحمل. الحمل الحليله اي به وكنت وحكيت معها اول مره كي حكيت لي قصتها قالت لي ماشيه معايا يوسف احنا بطبيعتنا نفس الوجيعه معناتها وتعديت كي حكيت لي قصتها. شنو هي الوجيعه معناتها؟ ما نعرفش انا نجم نقول ما نجم نجم تقول واذا فما حاجه تو بعد نقصوها انا وياها مثلا. انت تنجم تقول على روحك كما هي ليه؟ ما نعرفش قالت انا ليه ليه؟ دقيق اها معناتها الحكايه على دوبك انت تنجم تحكيها هكا ولا؟ انا نحكي من شيتي ما عنديش مشكل. برافو اعطيوني اقوى والله في مواجهتها للواقع وللكاميرا. اما هي تقول لك نشاورها هي يا روعه نحكيوها نفس الوقت قالت لك اوكي اعطيوني تصفيق الروعه زاد. على البوس هذا كل صدقني سي بون معناتها. اي سي بون مريقلة الامور كلها. مريقلة اموري. باهي معناتها باهي باش نلخص او باش نحكي بمختصر الحديث. الطفلة هذيا او نحن نسيت او ما عادش بنيت سي كلينا على ريوسنا. بطبيعة ونص. ايوه. فهي مطلقة كيفي عرست في عمر صغير كيفي. اي. تعديت بنفس الوجيعة اللي تعديت بها انا ونفس كنظرة المجتمع والعذاب ومعنا احنا كان ظروفنا المادية صعيبة مش كبيرة اي فهمت اه والاجتماعية زادة هي تحكي لي انا وليت نبكي ماني انا بكيت نبكي فهمت ما تبكيوني سعادة انا راني قلبي محبي بطبيعتي نفس الوجيعة قلت اللي انت وهي تقول الزواج الفاشل شنو هي المكد هذا لا اله الا الله محمد رسول الله اضحكوا بكيف انا ما نحبش نتفكرك اللي بوك ما نحبش قلت ما شعيت لي ايميل ما تقوليش ايميل ايميل فكرني بالوجيعة وبالمشكل وبالمحاكم مع اني والله يمكن خاطر كنت صغيره زاد حسيتها اكثر من لازم عمال توا قاعده نسترجع اللي انا كبرت الحكايه دون لو طون علاش انا نحكي في كل شيء وعلى كل شيء وما عنديش مشكله مع حد شيء خاطر نعرف اللي كي يبدا العبد صغير في العمر كل شيء يشوفه كبير صحيح كي يكبر كل شيء يشوفه صغير تولي الخبره تلعب دور ما حدش يقلق هي مازالت تشوف في كل شيء كبير ذاك اللي يوجعني تبدا تحكي لي في حكايه نحسها انت تراها بمنظورك انت تجاوزتها تافه هي تراها كبيره هي اصغر مني زاده وتراها هي بمنظور كبير مازالت عايشه فك اللي كنت عايشه انا بك الالم اللي عايشته انا بك اللي تبدا اقل كلمه توجعها اقل كلمه تبني عليها اقل كلمه تجرحها برشا مجروحه ونحن ثم طبيعه كيف كيف فهمت عقليه كيف كيف زاده ما نعرفش باش نقول لك يا عبد الرزاق دخلت انا داخله بعضي راني لا قاعده كلام تحسي مش منظم اصلا معناتها لا والله منظم مفهوم لا مفهوم جدا 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 وتبارك الله عليك تبارك الله عليك فهمنا اللي يا روعه هاي جيت سمارة رد بالك تقول ايميل سمارة اكيد وهي انت لازمك تشوفها معناتها بنت بليد برشا و... زينة و حليلتها حطيتية وهكا و باهية بروحها طفلة قطن فهمت ما نحبهاش تتوجع خاطر عندها توت لي زاتو باش تقفز باش تقعد تنوح تنوح لين تفوتها فرص الكل ما نحبهاش هذيك فهمت صحيت ما حبيتهاش ما نحبهاش تعمل كي وعندها برشا كباسيتي برشا مهارات ومخها كبير وثقيلة هي زايدة عليا هي ثقيلة أنا خفيفة ياسر ونرفوزية ياسر وردة فعلك في بينما هي رزينة ريكزة ركزة معناتها امتياز تحب تقول انت امتياز امتياز كبير خاطر الركازه العباد ما تتصنعش ما تنجمش تصنعها يا راكز يا ماكش راكز يا فريفال يا يا سي اكزاكتومون هي هكاكا وانا وحنا حكينا مع بعضنا برشا مرات و هي ما فهمتش علاش ديما تشوفيها عامله مزينه والله العظيم انا نشوف في روحي نورمال هي ديما تقول لي هكاكا تقول لك انت منعتها لا مثلا تقول لي سامحني كلمتك تو ما نقول بربي ما نون دي باسا مع بعضنا معناتها نحكيو في كل شيء فهمت تعامله عملت لي احنا برج الحمله كيكا راهو وانا نخافوا من النبزه حساسين برشا تقول لك تنبزنيش انا نرفوزي ولا حاجه فديما هكا تعامله معايا بار وانا والله ليه انا ابسط من ما يكون في خيال اي انسان فهمت وهي ديما هكا حتى تحكي لي حكايه نحسها غايب شطرها
قول لها اعطيني السطر الصحيح ما تحكيليش السطر بدالي امشي لي للصميم قولوا لي قطره قطره هي روعه شنو تعليقك توا؟ لخصت في كل شيء قالت الحمل هي احنا كيكا بعدي الحمل ما نخافوا اصلا على غيرنا من الوجيعه من نخافوا نحملوه للعبء نتاعنا الكل احسن فيديو عجبك لايف لايف انت تعمله اي واحنا خليتك كنت عامله لايف احسن حاجه عجبتك انا هي عملتها سمار موضوع حكيت فيه اكيد موضوع نحنا معناها اللي مسنا خاطر هذاك اللي عايشه فيه معناها سينو قلت لك تحكي في برشا مواضيع واقعنا نتاعنا انا وقت اللايف هذاك سامحني روعه وقت اللايف هذاك نحكي على الطلاق تحكي على نحكي على الطلاق الليله هذيك حكينا مع بعضنا نفكرها بالكدي خاطر روعه عندك روعه وزوز اخرين قعدوا لي غيماركابل في العبيد اللي كلمتهم غيماركابل برشا في حياتي موضوع الطلاق يمس النساء هذول يمس النساء برشا ولات حاله الطلاق علي يا سامحني سامحني عبد الرزاق في تونس برشا اكثر من لازم والله انا نشوفها الغلطه من الزوز مش من واحد مع انهم يتهموني لي انا ضد الرجال انا اكثر وحده نحب الرجال ومع الرجال ودليل تحبني انا نحبك انت ونحب والله العظيم نحب الرجال برشا بالعكس باهي باهي نرجع باهي سامحني توا نحكي معاك سماره اي بابا اهم فيديوهات عملتهم انت وشدوا اكبر نسبه مشاهد التافهين بصراحه نقول الحقيقه الحقيقه تسكي قد ما تكثر في التفاهه قد ما الفيوز تطلع وانا ذيك حاجه تجرح بالضبط كيما تلاف للاسف معناتها للاسف الشديد انا بدي نعمل ساعات في التفاهه انا ساعات نبدا انا نحاول نبعد شويه ما نعمل عمري ما تلقاني مضطر الله غالب مضطر تسكي فيه كلام خارج هو الفكرة نحن ما نقولوش تفاهة ما نقولوا البساطة المواضيع لا لا وعدم أهميتها ولا التفاهة مش مهمة فوالا هاي مش مهمة تولي هي ركزوا عليها هاي مش دول الكلوب المتعظون اللي هو ياسر مهم هذاك سيبوه ما يحكيش عليه ونحكي على كلمة برا ولا شبيك ولا تن ولا تيت التيت هذوك ما يشدوا لي فيهم على قد ما تيت يكثر في لايف هذاك علاش أنا منقصت منه التيت حتى لين نحيه على قد ما لايف يطلع لي هما يفهموا وأنت علاش تعمل التيت؟ أنا هكاك نتكلم شنو هكاك تتكلم؟ نتكلم بالتيتات يعني ديما تقول تيت 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 تا تيت 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 كيفاه هكاك؟ أي ما أحسش بروحي يعبر لي على مشاعري تيت هاني نقول فيها انا تيت 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 الغدوه نقول يعبر لي على قلبي يا عبد الرزاق كلمة التيت يقول تيت تعملوها تيت صار فما كلمة أخرى تتقال وتتحط تيت اللي يقولوا عليهم تيت اللي يحطوا عليهم تيت اي فهمني راني ما نفهمش يا سيدي اسمعني انا نقول في الكلام الخارج عني تقل عادي كلام خايب تحطوا عليه تيت ماهوش خايب ماهوش خايب باهي ويبرد على القلب ويعبر على المقصود ويعبر هو اكثر كلام يعبر على المقصود هكا انا ما تتركبليش الحكايه في مخي من غير الحكايه فوالا فوالا فهمت لكن انا نوعد العباد اللي تفرج فيا انا باش ننقص على الاخر باش تنقص على الاخر باهي راجلك كيفاش رد فعل؟ راجلي انا مش يفهم فيا مش يفهم مش يفهم ما يحش اللي انت تقول هو يعرف انا نقول هو بده يقول لي ما عادش تقول خاطر انا راجلي ما يقولش مثلا جمله بالكل عائلتي الكل فيها كان لا تراك حمامات ما يقولوش لا ماهوش حمامات يا عبد الرزاق مش كيما نتصوروا انا مثلا كي نحل لايف ساعات نتغشش نقول لهم شنو تقولوا على رجال تراك خير من رجال التوانسه ما عادش تقولوها الكلمه مش راني نفخر في ولاد بلادي ما نحن المسلسلات اثرت عليهم ونقول لهم قولوا تتفرجوا في مش هكاك رجالهم اي ما لا سامحني كي تحوس في تركي وتبدا انت في كلونه الجو فك الجو هذاك بصراحه ما سامحني على رزق وفر له زاد انت راجل ما تراش عياط وسباد وكلام ما يصلحش وفر له انت راجل تونسي مات وفر نعرف. للراجل التركي رومانسي برشا الراجل التونسي ولد بابا الله وزويلي على الاخر لكن مكبوس عليه الدنيا برشا والمراه عينها محلوله تتفرج في المسلسلات التونسيه تجي هو معناتها ظروفه صعيبه تي بالطبيعه فادد وماهوش رومانسي خير رومانسي من غير فلوس ما تمشيش تي الكري والماء والضوء تقول له قول لي نحبك تي نكرك نكرك انت ديجا مصروف الرفيع فهمت شنو تي نكرك على الاخر واضح باهي سماره سؤالي تراح السكسي اللي خذيتها انت ايه هل ترى لي انك تقول في الكلام هذاك؟ لا لا ما تصورش لا 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 مش لك الدرجه راهو شعب مش هذاك هكا ولا مش تافه نتصور انك طرحت قضايا تمس عمق المراه التونسيه او الرجل التونسي حتى الرجل حكيت عليهم برشا رجال برشا 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 هما ما يسمعونيش انا حكيت عليهم وندافع عليهم ويظهر لي الوحيده اللي ندافع ساعه انا نكره كحزب البوره هذاك اللي فيمينيست ولا شو اسمه اي اش معناتها فيمينيست
معناتها نشد انا فهمته كيكا، انا نفهم الحاجه كما يفهمها المواطن البسيط العادي اللي حتى عمره ما شاد ستيل. فما عندنا نحن الكاتيجوري الكل، عندنا من العالم للامي. انا كي نحكي معاك في لايف الامي يفهمني والعالم يفهمني والطبيب يفهمني والمذيع يفهمني، الناس كل تفهمني وكل واحد يشوفني من الشيء اللي يحب يغزر لي منها، منين تدور لي لازم تشتراني. اخر لايف عملته انا هو. عملت لايف على كيفاش كي طفيك طفل اش تعمل؟ كي طفيك طفل؟ اي اش تعمل؟ شنو تعمل المرأة؟ طفل شوي. ها؟ اي ثم اولاد هكاك يعملوا، ما عندهم ما يعملوا في حياتهم. يشدك بعدها يوريك العز من بعد يجيب لك الحبل. فهمت شنو هو؟ وعنده زوز اقصاد هو قصدين يعطيك الصحة. القصد الاولاني انه هو يجيبك للثنيه باش تبدا عايشه الاسكلافاج عمرك الكل، والقصد الثاني منحرف النرجس يبدا يحب يعذبك هكاك، فهمت؟ شيخ كيعذبك. ايوه في الثنين عندهم حل واحد الراجل ذوك. هو يحقرك واحد انت تحقره 10,000. ذاك الحل يقعد ضايع هكاك مش فاهم روحه وش يعمل، وزيد كي يرجع يكلمك تزيد تكمل تحقره طفيه. واضح. يلا عندك لايف توا مع جمهور عندي ما نقول خليك زوز دقائق لايف مع جمهور عندي ما نقول. شوفوا البنات انتم ديما تجوني على البريفي تقولوا لي يا سماره راهو كان معايا باهي طفاني ما عملت له شيء، لان واحد ساعات يبدا يشم في روحه يقول بكش ريحتي نيتنا ولا با كومبخوندغ علاش عملوا كيكا. تبدا انت تحلل فيها منا تلقى روحك ضايعه، ما بيك حتى شيء، ريحتك باهيه محليك مزينك، هو مريض يا مريض يا ذكي برش. كان مريض يمشي معاه الحل بتاع الحجر، وكان ذكي برشا تمشي معاه الحجر، مش الحجر، الحجر بتاع ما فماش بجمله مش موجود قال الاخر هكاك. وبعد كي يرجع يكلمك تطفيه، ومن بعد كي عاود يجبدك على الموضوع قول وانا ما نفهمش مراش ما نسمعش ما نفهم. والله اخوك تاعي والله من الوقفة تاعي والله في عندي ما نقول لك تاعي باش تنصحني يا سمارة، اعطيني نصيحة. انت تنصح في روعة وتنصح في جماعتك وانا لا تخليني ناقص نصيحة، والله ناقص. امان ليه يا خويا مقفى يا خويا مقفى فهمتني هكا يا روعة هكا ورورو أكثر من يا روعة هكا يا روعة علاش جبتني تو أنت؟ هي هاتي هاي هاو الصحيح تو لحظة خلنا نضحك تقولي ضحكتك ما أحلاها باش ما نهبطهمش أحياء يتفرجوا فينا. لا أنا مش نخليك تبكي ما خليكش أنت علاش جبتني ماما؟ مش برشا عليك معناها باش نوريك للعبيد نرد جميل اللي انت ماكش عارفه قيمته وانت شو عملت فيا شو اثرت فيا. ماني شرا فيه برشا اقل حاجه معناها، وياسر محظوظه اللي نجمت نوصل معناها، متاكده فما غيري ما سعفهمش الحظ معناها. ندخل بعضنا كي عبد يكلمني هكا اكثر منك مش لي خير كلام، كنت محضرت لك برشا ما لقيت شيء. يا روعه اجي نقول لك حاجه باش نحاولوا خاطر العباد تتفرج فينا فباش نفهمهم ونفهمك انت. اي وبعد ما نبارك باش يبدوا يعملوا فيه غلط. يا روعه وراس بنتي اللي ما عنديش عز منها، والله العظيم عمري في حياتي ما كنت الران روحي لان في عبد حاجه كبيره. نحن كيكه نحن كيكه ما هي راهي حاجه كبيره حاجه هي حاجه كبيره محليها لكن انا ما نشوفش روحي اللي انا نستحق معناتها عليها. مثلا تجيبني للبرنامج باش تشكرني قدام العبيد يعطيك الصحه وبارك الله فيك سان في بليزير، لكن اللي عملته انا راهو نورمالمون كان جا كل واحد يعمل هكاك لصاحبه راهي الدنيا بخير معناتها. برافو سماره برافو بالحق برافو راهي الدنيا بخير والله راني راهي هي امورها سافا وانا اموري سافا وانا اموري سافا على الاخر انا سافا اما الكل مسحره شو راهو نحشوا فيا عبد الرزاق يضحك فيه برشا معناتها عندنا شطحه من بعد حد حاضر روحك معناتها والله يا روعه انا عجبتني روعه في حاجه بالحق انها اصرت باش نستضيفوك وباش تقول لك الكلمات هذوما يعني رد جميل. انت ما عطيتهاش فلوس، انت ما حديت لهاش ثنيه في الحياه ولا
انت نصحتها، اضطرتها، عاونتها، وقفت الى جنبها، اعطيتها من وقتها، هي راتها حاجه كبيره. هذا نوع من الرد الجميل اللي يلزمنا زادا، يلزم تكون ثقافه في حياتنا بصراحه. ساعات واحد يعمل معاك حاجات برشا باهيه وما يسمعش منك كلمه باهيه عليه. معليش. حاجه حلوه برشا معناتها وحاجه نشجعوها، وذاك الوش خذينا روعه في الحصه هذيا وباش تعرفنا عليك انت وشفناك مباشره. يعيشك نشرف بكم. وانا فرحان شخصيا اللي شفتك والله. والله فرحان برشا. يا عبد الرزاق نحب نقول لك كلمه، هي لو كان انا لقيت واحد يوجهني كيفها في البريود نتاعها هي، راهو حياتي كانت احسن برشا. صحيح. العبيد ما تعرفش قيمه الكلمه، انت تو قلت لي ما اعطيتيش فلوس، وشكون قال لك انا وقت حتى اعطيني فلوس ما نعرفش نصرف فيهم صغيره؟ اعطيني تجربتك، كلامك، الخبر، فهمت؟ الخبر. فانا حاسه بها برشا، راهو انا حاسه بها، وبالعكس نتمتع وانا قاعده نكلم فيها، على خاطر قديش كنت نتمنى انا عبد نلقاه وقتها هكاك يكلمني ينصحني. ما لا ما فهميش علاش تستغرب، وشوية معناها يزينا من تفاهة، يلزينا من الحاجات الخايبة، ما يسالش حاجة باهية راهوها. أنا استغربت فقط على خاطر أنا ريتك مثلا، أنت ريتني في القهوة سلمت عليا، هذا علاش قلت استخسرت فيا الدرج، أنا لقيت فيك كذا. الثانية ما كملتهاش، ما لقيت ما نحكي، باش نجيب لك حتى حاجة تقعد تذكر، ما لقيتش معناها ما شاء الله. قعدتنا لهنا. برافو يا روعه، هيا لاي في الراجلك تو، التركي تو. الراجلك لاي تو. اسمعوني انا راني نتكلم انجلي داخل بعضه شويه. اي ما يسالش يا ودي، انا ما نعرفش نتكلم انجلي. ماذا بيا كي ما تاكلوليش قلبي في لي كومنتير معناتها. اسمعني انا ما نتكلمش انجلي جمله. لا لا نتكلم مع مهلوك. I want to say for my husband that I love you so much and I miss you so much. Ben seni çok seviyorum ve çok özledim. Ve çok özledim. Hayır, bil harbi, avudha tav bil harbi. Aybara huwa tav avulla Abdurrazzaq Shibli. حب اقول له راني نحبك برشا. اي. وفما برشا عباد توقعوا لي انت في بلاصه مثلا روعه، ولا روعه على راسي وقلبي وعيني. ونحب ما نعرفش نعبر على الحب، نعرف نفعل. ما نعرفش نعبر. حتى نعرف نفعل، والله ما نعرف نعبر على الحب. والله ما نعرفش نعرف نفعل، والله. أما أنا ما نعبر، تعب عليه. يا ودي أنا وأنت واحد راهو. يا ودي رانا اكتشاف عندي ما نقول لك. راهو اكتشاف أنا وسمارة. بالحق أنا وياك اكتشاف كبير ياسر. احنا مش بنشبهوا لبعضنا احنا. تنشبهوا؟ فرد كاتيجوري نتاع الزين. يا ولدي فاكر الكاتيجوري هذيك الكحول الزرق هذوك. اعطيوني اخوان نفدكم مزيانين ومحلين اللي قالوا جروحكم ومحلين. يلا انا ديما نقول يفتح الستار ولا على المطار، اش معنى يا يفتح الستار يا يعني نمشيو للمطار نمشيو على رواحنا. يفتح اكيد المطار ماشي تلعب بطبيعتها. معناتها هي ما فيهاش نقاش الحكايه، لكن اكيد 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 اكيد. به خليني روعه. نعم. التاثير اللي في حياتك المراه هذه اللي قدامك، خليها تسمع منك ممكن كلام ما قلتوش انت. حياتك ما خذيتش. اعطيني شنو اللي غيرت في حياتك؟ شنو اهم حاجات تبدلت في حياتك من خلال هالمراه هذه سماره مش امان؟ سماره. واضح به. اعطيني واضحين وما غير حتى مبالغات، باش ما عباد ماك تعرف نبرة ياسر فيسبوك تو يقعد شهر يحكي على الموضوع، ماني جايبتها باش تعمل شورب سيزون دو، باش نحكي شنيا عملت في حياتي. ما عنديش عصا سحريه وسحرت لي حياتي وليت درا شنوا، مي قويتني برشا. فما حاجات ياسر كانت متخبيه نخاف انا نخرجهم، عندي شويه قوه من تجاربي من الحاجات اللي تعداو عليا، ما كنتش نتجرأ معناها نخرجهم. فما برشا مواقف ما كنتش نجم نتجاوزهم، معناها تخزلي خزرة سافا با نحسها المرأة متلقى تيما خزرة خايبة، نمرض بالفرش والمخدة ونبدا نتكلم. كنكرا برشا
تو وليت لي نضحك عليه معناها كان لازم كان لقيت كلمه باش نتقابل. كي تطلق تطلق وثيقه بيني وبينك يعني وثيقه بيناتنا وفات شركه وفات يقف كل شيء. هذاك الواقع لكن هذاك المنطق نظرة المجتمع تقول انت لكن الواقع حاجه اخرى. تولي تقول حتى الراجل تبدل معناتها شنو الفرق ما بين توا نحكي بصراحه عبد الرزاق توا المراه معرسه ولا مطلقه احنا نسينا وليت معناتها عندهم حريه اكبر وليت العلاقات العاطفية حاجة عادية الحب حاجة عادية ما عادش يتخبى ما عادش شنو علاش يشدوا المرأة المطلقة والناس كل تجلد فيها فهمت شنو ويطمعوا فيك ولا تنجم تلقى خدمة راه مانيش باش نكبرها ياسر لكن أكل كاتيجوري الكثيرة مثلا ايه. 70% نتعذبوا في نفس العذاب ما يحترمونيش ما هو فهمتش علاش هو مش المطلقة هو المرأة بصفة عامة تتعرض للمضايقات في المجتمع المطلقة تريبل المطلقة تزيد شوية أما حتى البنية راهي تتعرض للمضايقات هي حكيت لي على اللي تعرضت له من تحرش جنسي في العمل معناتها البنية تحب تجي تخدم ما تلقاش كيفاش تخدم ديما هاو هاي نتعشى وهاو دار شنو تو نزيدك في الصالير هاو دار شنو وقالت لك النظرة عرفتها النظرة سورتو كي تبدا مزيانة وصغيرة مشكل ايه تعرض كبير حتى حد ما يحب يغزر واش عندك في مخك ولا واش عندك في لسانك ولا حتى واش عندك في جيوبك معناتها تتفوت حدود اللي مهما نبسطوها ياسر عيشتها صعيبه المطلقه سورتو العامين الاولانيين سي ديجا هي تبدا عاطفين داخله بعضها مازالت متعلقه برجلها الاولاني فهمت تقعد متعلقه برجل شنو هي طلقت هي تلقاها طلقت هي مشيت للمحكمه وطلبت الطلاق وتقعد متعلقه انفسها الحب حاجه والحياه الزوجيه حاجه وقت اللي توفى انت انعدم الحياه الزوجيه نمشي واحنا لكن الحب راهو حاجه معناتها تعيش معناتها تنجم امراه انت عندك خبره اكثر من امراه تزوج وحبتك الراجل هذاك زوجها اكيد ومشى على روحه وهي طلقته وتنجم ما تنساهوش اكيد لا هو مستحيل تنساه وخاصة يكون عندك صغار معاه تحب وتنجم تقعد تحبه ومع الوقت ما عادش تحبه أما تنساه مستحيل ما تنساش مستحيل وش في رجال ينساه ما ينساش هو يقول أنا ننسى ليه عاد نعرف الرجال ينساه ينساه عرس بذية يطلق هذية تو خويا عليه مثلا خذيت ليه في التلفزة قال الأولى ما حبيتهاش والثانية ما حبيتهاش وحفظ زين صاي ثبت لي تو تثبت لي تو عاد تو سلوى تو هو علي ضربت لي تو انا هاني نحب راجلي الثاني اي وخذيته على محبة معناتها الراجل التركي اي اكيد انا نحبه هذا ما يعنيش اللي انا ما نسيت الراجل ولا لا ما نساهوش بو بنتي كيفاش ننساه وعنده معزة خاصة في حياتي خاطر بو بنتك فما برشا حاجات يتخلطوا مع بعضهم، ما عادش تفهم فما مشاعر تتبدل حتى كي تاخذ الثاني ويكونوا معاك باهي ما عنده حتى علاقة ما عندوش علاقة بالولاد ايه الاخر ما عادش تحبه كحب المرأة للراجل اي تقعد عشرة ثم دموع ثم ثم اوقات حلوة ثم اوقات عصيبة ثم عمر تعدى معاك العبد، العمر مش تلويح راوي يا عبد الرزاق كي تاخذ عبد وانت في زهرة شبابك مش تلويح العمر سي با ما تنساش مش ما تبكيش هذا ولا بكيت على العشره اللي بيناتي بكي بكي انا بكي برشا راه اعطيوني اقوى سماره معناتها ما تنساش عمرك ما تنساش عمرك ولا واللمجه والطرقات ما تنسي حتى شيء شكون اللي قال لك انت نسيت روحك وقت اللي كنت مثلا صغير ليه انا نسيت اللي عشت معاهم ونعرفهم وانا تنسى الشخص قبل الشخص نسيته الحاله ما تنساش صراحه نسيته الحاله ما تنساش نكون معك صريح ما نسيتهم فما لي شكون اللي عشت معاها هذيك سان كريستين فرنساوية نسيتها تو كي تعرف احنا نسينا الشخص الحالة ما تنساش خلي العبيد تفهمني تمشيش تفهمني العبيد بالغالب اي الحالة مش الشخص عايشكم راهو انا نقصد الشخص ليه لكن الحالة سيتياسيون الوضعية الوضعية في المسرح يقولوا الوضعية وقت اللي كان عمري 20 انت سي ديجا تتفكرها هي اللي حكي لكم فما واحد ينسى 20 لا يجيك لل 20 وهي نقصك فيهم. في ال 20 انت في ريتشارد دوغول وقتها الدور. انا نعرفك ملي انت في برنامج الدائره المستديره ولا شو اسمه؟ دائره الضوء. احب برنامج عندي. قداش كنت رائع فك البرنامج؟ يا ولدي رائع تو ساعات يقولوا لي مسامح كريم ولا عندي ما نقول لك ولا اللي عملته ديما نقول له برج ولي اقوى برنامج في تاريخ تونس في الدنيا في دائره الضوء.
جبت وزيرة ترعش بجانبي، وزيرة ترعش بالحق ترعش. نبدا نتلفت الوزير ديما نحطه على يدي اليمين، والله العظيم في عهد بن علي ماك تعرف الكلمة بحسابها عندهم هما الوزير كانوا يرعشوا بحذايا، يبدا مسكين يتشحت فيه يقول لي عبد الرزاق ما تنزلش عليه. على كل بريف هذا قوس وفتحناه سمان مش نعملوا رقصة؟ انا راني ما اغزرني هذه ما نعملهاش. ما نغني نغني لك اي شنو شكون تحب شكون تحب في المطربين؟ ماكش عبد الحليم كيف نحبه برش بالحق. اوهو بالك برك نغني في اغنيه مش معقول يا حبيبي يا حبيبي، مش عبد الحليم عبد الوهاب. عبد الوهاب وغنيها زاد عبد الحليم غناها عبد الحليم. برافو خاطر المعلومه ذي ما يعرفوهاش راهو يعرفوها كان الدمادم راهو اللي من غير ليه غناها عبد الحليم. غناها عبد الوهاب مات، غني عبد الحليم مات، وعبد الحليم كانت هي ملحنه لعبد الحليم. مات عبد الحليم، عبد الوهاب صب صوته على الموسيقى والموسيقى حاضرة عندها 10 سنين. رائعة 10 سنين مش معقول. عام 92 طلعت متفكرها. ما تحبش غلطة وندمان عليها؟ تهني شاكر حلوة نحبو حلوة. شنو غلطة عمرك؟ غلطة حياتي تنقول لك انا على غلطة حياتي، والله عندي اكبر غلطة بكل صراحة. والله من بلاصتي هذه نحب نقول لأي مرأة في الدنيا هذه تجنب الطليق لأبعد الحدود بالحق. وآخر نقطة تجنبه مش على خاطر المجتمع، لا معناتها تقول انت خلي تعدي على الماكسيموم. صغار صغار كي بدا ثم صغار جنب الطلاق خاطر يكبروا يكبروا يقعدوا يفكروا فيك يفكروا، تحس بالذنب تحس بالذنب تحس بالذنب. ليه وك الصغير يذكرك بالتشتت بين امه وبوه، ها بوه ربما يطلع مش باهي فهمت، ما يراش بوه يجيك يقول لك علاش طلقت. توا بوه بنتي عند بوها وكله باهي، تحس في عين الصغير عين تتكسر عين مكسوره بالحق. مانا البنيه والوليد اللي ام وبوه مطلقين يبدا مكسور معناتها. تخاف على بنتك تحس بالذنب ديما تحس روحك غلطت 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 معاك. هذا احساسك انت؟ اي وفاش الاحساس هذاك اللي تموت كي ترى بنتك. سامحوني على الموضوع هذا بالذات ياسر انا قلقني، ما نحبش نحكي فيه مش على الطليق بصفه عامه. تعديت هالمرحله الصغار يقعدوا يقعدوا مشتي وكانه ليش انت خليتني واحد يعني ليش طلقت بابا ليش 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 كلها علاش العينين. الصغير يبدا يغزر لك وعينيه تتكلم بريء خاطر ما يعرفش يخبي. سلام فهمت؟ اه يا سماره يلا روعه سماره. اي جيت تخف هنا يا سماره بكينا برشا احنا اليوم بكينا برشا وضحكنا برشا وبوسنا بعضنا برشا. هذيك هي المشكله طبعا. شوف شنو يصير فيا انا شوف شنو يصير فيا لا يا ماني سبونتاني حتى ما شفتش روحي. يقول خويا ذاك شبالي انت بربي ولد عواطف قلت ولدي وانت باش نقول خويا وعلى الصعدي توا كيفاش باش تبعث لي العيشه القلبه. زلت نسمع كلامك يلا سيدي يلا ايا سمارة. والله انا فرحان بيك راني جيت بحذايا وعديت معاك وقت حلو بصراحه وقت مزيان برشا. عايشك عايشك فدلكنا وبكينا دمعه وابتسامه اللي ديما نقول هذه هي الدمعه وابتسامه اليوم شفتها فيك انت دمعه وابتسامه. يلا نروحوا للمطار ونشدوا نمشيوا لتركيا ولا نفتحوا الستار؟ يفتح الستار يفتح الستار يفتح الستار في عندي من كل عيش عيش برافو برافو روعة. لبينا لك الرغبة نتاعك وسمارة كانت إذا جانبك قابلته قليل مرة ولا مرتين مرة. اليوم هي إلى جانبك المرأة اللي أثرت فيك، المرأة اللي أعطتك دفع جديد للحياة، المرأة اللي فيقتك، المرأة اللي مست إحساسك من داخل، المرأة اللي غيرت مضمون اليأس اللي كان فيك وأعطتك شعلة متاع أمل، شعلة متاع بريق حياة جديدة. أنت اليوم وكأنك مولودة جديدة بفضل هذه المرأة سمارة اللي نحبوها الناس كل. وأكيد اليوم اللي شاهدوا في سمارة برشا معجبين معها هي ويعرفوها ربما متابعينها حتى أكثر مني اليوم باش يكتشفوا جوانب أخرى فيها. إن شاء الله نكون أنا عبد الرزاق خرجت شوية جوانب من سمارة
رغم لأول مرة أنا نقابلها وأستطيع أني نقول أني قربت صورة سمارة للناس، وأهم حاجة قربت قلبها للناس، قربت عواطفها، قربت البراءة والصدق اللي موجود فهي رغم الكلام الكبير اللي تقوله يا سمارة. الإنسان اللي يتكلم برشا كلام مش باهي أثبتت معناتها البحوث إنه هو إنسان ذكي برشا وحساس برشا وصادق برشا. إيش قلت لي؟ إيش قلت لي؟ أثبتت البحوث أي وأثبت حتى علم النفس أي. اللي الإنسان اللي يتكلم برشا كلام خايب زايد جو ديبيان مش أي. أي. زايد معناتها مش خايب معناتها نقول لك لا كلام مش كلام يلم عن حقد وعن وجيعة لا الكلام الكلام زايد نعرفه زايد بالضبط أي بالضبط أكثر إنسان عنده طاقة متاع ذكاء أقوى من الإنسان العادي ذكي برشا وزيد أون بلوس كسا صادق برشا وحساس برشا وطيب برشا هذه الدراسات اش تقولها؟ أيه دراسات اش أثبتت؟ مالا روعة أنت كيفنا؟ بعنا هي الحقيقة ستين بليم ما فهمتش مش كيفنا يا خويا بليم جي أخر كيفنا؟ نقول شي احنا هاو الصوت وهاو الواحد ولي رانا وحنا والله يحمد الله قلوبنا قلوبنا حلوة برشا وطيبة برشا الحمد لله تقول لك يشكروا في روحهم والله هذوما والله قلوب اسمع كل البلي الاساس الباهي والخايب في كل في كل في كل بلاصه يكذب عليك على خاطر مغرومه بالابراج لكن راه مش قران الابراج شويه واحد هكاك صحيت اي اي ما نشرح لهالدرجه راه ليه ليه احنا انا نحب الحاجه هذيك نحب علم الفلك والابراج نحبه مغرومه اي اهم حاجات تعرفهم على الابراج اي نعرف ان برج الحمل مثلا اي من صفاته الخايبه برشا انه هو عصبي ياسر برشا ومنفعل وطميع طميع طميع الحمل حب الفلوس حب الفلوس حب الفلوس لا هو يقول لك يا لا لا هو يعشق المال والنساء تي نعرف يعشق المال والنساء بالحق الحمل هو هكيك اول حبيت نقول لي هو خاين من بعد قلت فك عليك غاش عبد الرزاق ويحب السلطه ايضا على الاخر متسلط معناتها بالسلطه معناتها ما فيش كلام ما حماش كل مخرى تمشي مع الكلام اي باش ما نقولوش بعد الحمل شكون اخر؟ لا براش كنا نعرفهم انا اش فما؟ الدلو سيني دو لانتيليجونس كي برشا وسكوتي ويوصل اهدافه كما يحب هو بالحق برشا الدلو يخدم مخه وعقله مش عاطفته كيف الحمل عنده عاطفه لكن مغمومه مدفونه مغموم العقل يتغلب عليه باهي اعطيوني برج اخر تحب تفهم سرطان ترى سرطان طيب برشا اللي العم تعرفوا شو العبيد الاسد هذاك راجلك اللي على قلبي وشرب الاولاني ولا الثاني؟ الثاني التركي اسد قويين برشا يتعبوا قوي ما نحبش تكون اقوى مني وحنا ديما نتحاربوا ديما نتعاربوا باهي السرطان قلنا السرطان طيب اهم طيب 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 السرطان برشا 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 ميزان بربي هذاك يحبك على خاطر الميزان عفوا بقص هذاك بالابيض الميزان اي الميزان 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 ويقولوا الدلو مره مع بي مره المليء حتى الميزان معاها حتى الميزان حتى الميزان معاها شويه منه وشويه صديق منه. الكل اسمه البرج هذاك الميزان صديق الناس الكل ما تغش ولا حاجه ما يوريش العذراء العذراء كان ينحي الانتقاد ونهار طول هو ينتقد وهذيك مش عاجبته وهذيك مش عاجبته فهمت ومتقلق ومستر كعبوره ونهار طول هو جايب مفتش كعبوره يعيش مرتاح موسوس يس موسوس صحيت شكون اخر اعطيني برج ثور اعطيني الثور المخرج الثور المخرج بتاعي يحب الفلوس ما ظهر لي يا بنت راه عاقل الثور عنده مشكلة مسكين. هو يحب روحه ديما عنده فلوس مش يحب يحب ديما عنده فلوس فوالا الشيخة متاع حالية الثور يكون عنده كونت بنكير فيها فلوس اي العقرب شكيك برش لا كمل لي الثور قلت لي شنو الثور الثور يحب يعيش في اللوكس يحب يكون اغزلي عقلاني برشا يحب يكون حياته منظمه ماليا خاصه ماديا مالي. ماديا ماذا بيكون عنده قول لك شنو مشكله الثور خايف خايف خاف من المستقبل برشا فجي ما عنده الفلوس حتى الامان في الفلوس هو اختار انه الامان في الفلوس بانكه متنقله هو يعرف نجم نقولوا شكون اخر مازال الجوزاء الجوزاء قولوا لي الجوزاء هاي الجوزاء الجوزاء يذري عندنا برشا جوزاء انا ما تحني بيهم الجوزاء اسمه في الابراج العقرب المتخفي ما تفيقش بيه مش انا قلت يا جماعه راهو انا كلامي هذا مبني على دراسات مش على علم يعني الجوزاء مع اني انا ولا نهار في حياتي واحد جوزاء برد لي على قلبي هكا لازم تعمل لي عامله خايب ديما يطلع يعمل لك عامله خايب طف
فورسيمون، لكن الجوزاء تقول الاسطوره انه الجوزاء وين تلقى مشكله نتاع ناميمة تلقاه موجود في اي تكلم بها ناميمة هكاك في الجوزاء. لكن وانيق برشا، حطيتي برشا، ما يظهرش مذخم. مزيانين الجوزاء من الابراج الجميله، تلقى عبد مزيان برشا، حاول تشك انه هو جوزاء. ايوه باهي، مش مازال برج اخر. حوت حوت ما تاكلو مذموم مسكين هذاك بالحق. با تشونس يا قلبي. يقولوا ذكي ذكي، يقولوا خبير وكريم وكل شيء فيه، لكن مشكلته لسان، ولازم يقول الحق في وجهك هكا، يطول يدبه لك دبه هكا. صحيح، نعرف شكون حوت صريح. انا امي حوت. يقول لك يقول ياسر يوجعك ساعات. يو ياسر سي فغي. شكون اخر مازال؟ الجدي الجدي علي خويا الجدي. قول حاجه على الجدي وما تغشوش مني. ايه قول جدي علي خويا جدي، راه رد بالك علي خويا هو كريم الجدي. باش نبداو بالباهي، باش نبداو كريم بالخير. كريم يعطيني فلوس. يعطي الفلوس. نخدم في حنا بعد تعبه، هو يخدم في كاكتوس ساعات يسلفني. يعطي الجدي. اما شنو الجدي عنده حاجه هكا تولي بالمجد تو، ما كنتش تفادلك يحطوا هيك بالمجد الحكايه. فرقوش بين تفادلي. ايه صحيح. الجدي يحب يعمل شوي. يحب العذاب والواحد والحكايات هذو. يحبك الحرك والمشاكل والعذاب يحبهم. يحبهم ديما يدخل في مشكله، يدخل في حكايه، حتى ما تعملوش مشكله يقول لك يحبك تعمل له مشاكل في حياته. من الاخر. شكون مازال؟ قوس 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 صمات قوس. والله ما تلزونيش الكذب، اما القوس ما نتفكروش بالقدا. ما تفكروش بالقدا، ريتو قد صريحه صمات. ما تفكروش، ما تنجمش تقول، ما تقولش. باهي مش مازال اخر العقرب. العقرب لا تقرب. ها؟ باش يقولوا لك العقرب لا تقرب. هكا هو شنو تحب نقول لك اكثر من هكا؟ لكنه ما يدور بحد. اللي يدور به. اوه ما صعبوا العقرب. صعيب، العقرب صعيب. صعيب. مش مازال اخر؟ وفاق وفاق. هكا وفاق. وفاق ونحن وفينا يا سماره. والوقت تعدى معاك بسرعه البراق. الوقت تعدى. فما غنيه تاع هاني شاكر، الوقت ليه بفوت بسرعه وانا جنبك. هذه بوستين ونمشي وكام. ما حد قال تركي زايد من المطار. شكرا لي سمارة، شكرا لي، يعطيكم الصحة. برافو، نشوفكم بخير إن شاء الله. سي عايشك من بعد المسائل. يلا ندوروا معاك. إيش جبنا سمارة؟ عايشك. هذا هو عندي ما نقول لك، مع روعة وأمال سمارة. إن شاء الله عديتوا وقت أحلو معاهم. إلى فاصل ثم نعود مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل نتابعوا مع بعضنا حكاية حمادي اللي بعد ما طلق مرته الأولى عاود حياته ولقى روحه محل 17 منشور تفتيش. طلقتوا أنتم؟ طلقت وأنا عاود تعرست. عرست على شي فدت ودخلت بعدها. عاود تعرست. عرست.